أسلمت روح زين النفس لباريها وتركت خلفها خيوط شريمة لم تتكشف. فرضية الانتحار هي ما رجحت السلطات بعد اعتقالها للمشتبه فيها الأول، خطيبة الشاب سابقا وأفرج عنها وطاقمها المفترض بعد ترشيح فرضية الانتحار. الفرضية الثانية هي اغتيال الشاب، وهي التي يقول بها ذووه، واتهمت فيها الخطيبة التي وجدت جثة الشاب في منزل أهلها. بعد الإفراج عن الشاب ووالدتها، عيدوا إلى السجن لاستكمال بعض التحقيقات تحت ضغط من أهالي الشاب الذين اعتصموا أمام القصر الرئاسي للمطالبة بالقصاص لابنهم الذي يعتبرونه قتيل بعدما رفضت والدة الشاب تزويجه منها. فصول عملية الاغتيال بنظر أهل الشاب والانتحار من وجهة نظر الطرف الآخر عجزت التحقيقات حتى الآن عن إدراك كنهها. فتحريات الجهات الأمنية تعتمد على إفادات الأطباء ممن عاينوه، وتلك قد تكون مناغصا تقدح في صدقيتها، يقول أهل الشاب. أما التشريح ففي بلادنا ما زال بعيدا المنال، فتطور الجريمة هنا يبدو أن التطور التقني الثبوتي ما زال عاجزا عن مواكبته. دفن الشاب وبقي أهله يطالبون بنبش القبر لاستيضاح الأسباب الحقيقية للوفاة، وبقي الثابت في الأمر أن زيني عرجت روحه إلى عوالم أخرى وتركت الجسد في هذا العالم يتنازع فيه أقوام على أسباب انفصال الروح عن الجسد، كل له فيها مبرراته التي ترضيه. ترك زيني خلفه مأتما من أم مكلومة وخمس أخوات حيارى بعد أن خطفت منهم سهام المنون وحيدهم الذي كانوا على الأرشح يتسمون فيه الكثير بعد التخرج. لاعب جديد يدخل على الخط، ربما يكون في شهادة المواسل.